تخيلوا اليوم جبنا لكم منزل في قلب العاصمة وكاين نخلة في وسط الدار. إيماجيني النخلة وفي العاصمة في منزل أرضي. يلا روحوا نكتشفوه مع بعض المنزل تاعنا. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل ايموبيلي. تخيلوا اليوم جبنا لكم منزل في قلب العاصمه وكاين نخله في وسط الدار. ايماجيني النخله وفي العاصمه في منزل ارضي. يلا روحوا نكتشفوه مع بعض المنزل تاعنا اللي راه بمساحه 77 متر مربع بعقد ملكيه. طبعا في اجواء عاصميه مميزه. المنزل تاعنا راه كولونيال لكم الدخله. الدخله اللي راح تدينا الكامل لي زاكسي بريمير معدنا 3 بياس. هنايا على يدنا اليمنى راح نلقاو هذا لو كوين اللي يدينا بريمير مون للصالون اللي راهو اللي تلقى شحال واسعه وشحال طويله. معناتها كاين كاين اناره وكاين تهويه مناسبه في المنزل تاعنا. ليكم كيفاش مخدومه ما شاء الله. وحتى على بالكم باللي البنيان تاع فرنسا راهو بنيان صحيح وفويسك انه الصور يكون خشين. عندك هنايا سانيتير، عندك طوالات جماعه الخير، كل حاجه متسعه ما شاء الله. عندك هنايا بياس واحده اخرى هاي ليك، عندها فاساد واحده اخرى تعطينا اطلاله على لاكور اللي عندنا الدوزيام، واللي هي عندنا اطلاله على لاكور برينسيبال اللي دخلنا منها، هذه لا دوزيام شومبر. ومن بعد عندك نكملوا بالكولوار تاعنا. انا يدنا على يدنا اللي صح نلقاو لا كويزين والصاله مونجي اللي راهي بمساحه ما شاء الله. هذه صاله مونجي جماعه الخير ليكيب منزل اللي يحب يموديفيه ما كاش كيما هذا ليسباس اللي يقدر يدي يموديفيه ويدير فيه بزاف امور. هنا عندنا لا كويزين اللي عندها ايضا اطلاله لاكور تاعنا هاي ليك لاكور، معناتها فيها تهويه مناسبه جماعه الخير. هذه هي لا كويزين تاعنا، كوان صغير وين السيدة الجزائرية ما تسحقش بزاف ليسباس باش طيب. وهذه لا صالة مونجي اللي انا حاطين فيها فريجيدار كلش ليكم القشحال فيه ريحة زمان الله يبارك. وهنا عندنا بتي كوان صغير اللي راو دايرو صاحب العقار دايرو كوم اندوش. وعندك ثان هنا تاقة واحدة اخرى، معناتها المنزل فيه تهوية كبيرة. هاي ليك عقد ملكية، هذا وليك عقد ملكيه ما حبيناش نفتحوه حفاظا على الخصوصيه. هذا هو عقد ملكيه، معناتها كل لي بابي كاينين في العقار تاعنا اللي راهو بمساحه 77 متر مربع. حنا بلاصه الشوفاج وعندنا الخرجه اللي تخرجنا لاكور دوزيام تاعنا، وين كاين التهويه وين كاين الخضوريه كما نشوفوا. معناتها ما شاء الله جماعه الخير. ليسباس اللي شفناه في الدخله هذاك اسباس كوما مع الجيران تاعنا اللي لي فوازان ما شاء الله ناس كان اندروا كان فوازيناج طري ترونكيل اكسترا. جماعة الخير في العقار تاعنا المميز اللي راهو في تيليملي، يتوسط بين تيليملي واودارك في قلب العاصمة. لابلاس اوداري قدامنا، كاين مؤسسة تربوية قدامنا، المترو، المسجد، المحلات كي نقولوا المحلات راح نقول لكم السوق تاع ميسوني المعروف على المستوى الوطني راهو قدامك. مارشي كلوزيت ايضا، كل حاجة راهي قدامك في العقار المميز تاعنا. نوصيكم تواصلوا مع صاحب العقار، روحوا تشوفوا اللوندروا هذا، روحوا تشوفوا المنزل على بالي بلي يعجب بزاف، خاصة الناس اللي حابة الكالم وحابة تبقى في العاصمة وتقدر تموديفي، تقدر تموديفي في المنزل هذا كيما يهوى لك وكيما الكو تاعك يقول في المنزل هذا. تواصلوا مع صاحب العقار مع الوكيل الإيموبيلي، دائما نجيبوا لكم عقارات مميزة. قلنا بلي كاين الغاز والماء والتريسيتي والانترنت الواي فاي بلي فيبر اوبتيك، وايضا كل حاجه راي قدامنا في هذا المكان المميز. حبيت تروح الاودا تروح، تحب تروح تيليملي تروح، تروح لساحة الشهداء، كل حاجه قريبه ليك تروح تمشي ابي، راك في الجي سنتر.